السلام عليكم. وصفتنا اليوم عبارة عن سلطة، وهي سلطة معروفة جدا، هي سلطة الفتوش، مشهورة جدا في المطبخ الشامي. إن شاء الله يا رب الوصفة تعجبكم وتطبقونها. لا تنسوني حبايبي باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. نبدي بسم الله. الخضار اللي هي كلها اللي راح اذكرها نقطعها ونحطها في طبق السلطة. بصل اخضر، مو متوفر البصل الاخضر، نقدر نستخدم البصل الابيض العادي. طبعا عندي ايضا هم خيار، نقطعهم شوية كبار شوية، يعني احجام تصير وسط مثل ما لاحظ هني بالفيديو. باقة بقدونس نفرمها فرم خشن ونضيفها على الخيار. عندي بعد هني فلفل أخضر رومي، ممكن تستخدمون فلفل ألوان، قطعة مكعبات ونضيفها على طبق السلطة. الطماطم أيضا نفس الشيء، أنا أتخلص من بطن الطماطم وأقطع أيضا شكل وسط على شكل شرائح وأضيفها إلى طبق السلطة بهالصورة. نلاحظ تقطيع الطماطم. طبعا الجزر نفس الخيار وهو اختياري، هم قطعته بهالطريقة. والفجل الأحمر، هذه من أساسيات الفتوش، فجل أحمر وخس مقطعة نفرم كبار تقطيع كبير ونضيفه على الطبق. عندي هني النعناع، إذا كانت الأوراق صغيرة النعناع مثل ما هو نخليه، إذا كانت الأوراق كبيرة نفرمه فرم خشن، فرم كبير. يعني الملفوف هذا شيء مو أساسي، بس أنا وايد أحب أحطه مع الفتوش، طعمه لذيذ ومفيد بنفس الوقت. هني خلصنا احنا الخضار، قطعناها ونخلطها. الحين نجهز الصلصة. نحط ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة ثوم بودر، ملعقة سماق، ملعقة كبيرة سماق، 4 ملاعق ليمون، عصير ليمون، ملعقتين دبس رمان، و3 ملاعق إلى 4 ملاعق زيت زيتون. نمزج الصلصة ونخليها على جنب. نسوي الخطوة اللي بعدها. عندي أنا خبز لبناني، هذا الخبز تبون سميك تبون رفيع على راحتكم، نقطعه مثل ما هو واضح بالفيديو على شكل معين. نخلص الكمية كلها ونكون مسخنين زيت غزير، لازم يكون ساخن جدا. ننزل الخبز على الزيت ونخلي دقيقة، بعدين نظل نقلب فيه إلى أن ياخذ عندي لون بني فاتح، مو لا تسوونه لون أسود، يكون لونه بني فاتح مثل ما هو موجود بالفيديو بهذه الصورة. ونحط الخبز على ورق تنشيف. قبل التقديم نخلط الفتوش، نحط السلطة عليها الصلصة ونحطها في طبق التقديم، ونرش عليها رمان. أنا أحب أحط رمان لأنه هو فيه دبس رمان والرمان حلو معه. هذا الرمان كان عندي بالفريزر، ونحط عليه الخبز المقلي. طبعا الفتوش من السلطات اللي ما يتم تتبيلها الا قبل التقديم عشان لا تصير لينة عندي وينزل ماي منها. وهذا طبقنا خلص، وان شاء الله يا رب يعجبكم، ونشوفكم على خير في وصفات قادمة بإذن الله. مع السلامة.